لا اكيد اداره النادي ماشي انا نحمل المسؤوليه اليوم يزيد ياليشان. لماذا؟ لانه قبل يكون رئيس نادي بمعطيات هو يعرفها، اموال غائبه، الفريق فراجيل، ديون كثيره. المسؤول الثاني هو ملال، رغم انه ملال حقق نتائج من الناحيه الرياضيه، في شامبيون دالجيري، فينال كوب دافريك، ولكن ما يعني الاخبار اللي جايه من داخل النادي انه كانوا عنده اموال كثيره جدا تاع لي سبونسور وما بانوش، وخلى لي جوار اونديتي. اللي جا موراه يزيد ياليشان ورث وضعيه ماليه كارثيه، لكن حمل ياليشان القصه الاكبر لانه قبل بالوضعيه وكان يقول نقدر نجيب شاكا بلون، ما جاب لا شاكا بلون لا والو، ومشات الناس. الغايه تاعها هو الوصول الى سده الحكم على مستوى النادي شبه القبائل، وعن بالهم تسير هكذا عندك الله بين اسمه جياسكا، تمشي تقول الدوله تعاوني نجيب لي سبونسور، اي سا نا با مارشي. هذه المسؤوليه الاولى.